دونك برنامج الفكره ديالو هي فكره ديالو تحطيتها تقريبا سنوات هذه وهي مبنيه بوندون ديك لي زاني وهي كطيب كما كنقولوا كطيب ديك الفكره. دونك في اخر المطاف تحطت في درناها في 2019 قبل كورونا بدينا الموسم الاول. دابا حنا في هنا في الموسم الثالث وبعد النجاح ديال البرنامج الحمد لله يعني داك علاش عطاونا مواسم اخرى. البرنامج الفكره ديالو هي كيتحدث على واحد بيرسوناج واحد السائح امل لا يعني السائح او الجوال اللي كيجول بلا كارافان ديالو كيعيش فيها وكينتقل من منطقه لمنطقه كيجول وكيدير كيشوف العادات والتقاليد والتاريخ والسياحه والاستواء بزاف ديال الحوايج والغاسترونومي الماكله وكيشوف كل شيء اشنو كتمتاز به ديك المنطقه باش وبواحد الطريقه اللي هي فريده من نوعها من ناحيه الاخراج من ناحيه الفكره باش نحببوا الناس. وفي البرنامج كنعطيو داك الطابع اللي هو ديال البساطه في اي شيء باش يعطينا نقربوا الناس ونحببوا الناس للبرنامج بحيث الناس باش تقدر تيريها بالبساطه ديالها. فوالا سي خالد القدوم ديالكم من ديال باش دعوه ولا اختيار شخصي؟ لا هذا اختيار شخصي بحيث انا اللي كنختار الحلقات اللي كنختارهم كنختار الحلقات اللي هما ديال المدن تقريبا اللي ما كتوصلهم بزاف الكاميرات يعني ما كنختارش المدن اللي هي كبيره وحيت ديجا مستهلكه كنحاول نجي لبلايص اللي هما كتلقاهم مدن بساط ومدن صغار مي كتلقاها غنيه من تاريخ من سياحه من ثقافه من بزاف ديال الحويجات. دونك هذا هو الاختيار ديالي علاش كنجي لهاد البلايص هادو. دونك هنايا ملي كنجيو لاسفي راه كنصوروا هنا تقريبا شي 10 ايام واحد جوغ ديال الريبيراج كنريبيريو البلايص مزيان عاد كنحطوا واحد بتيت سيناريو باش نبنيو عليه داك البيرسوناج كيفاش كيعيش من الاول حتى كيخرج من ديك المنطقه عبر المحطات اللي كيمشي ليهم المحطات اللي ريبيرينا هنا يعني وسط اسفي كتمتاز بالخزف وبالطين كتمتاز كذلك بسميتو بالبحوره ديالها بالماكله يعني السرديل وداك الكبار يعني والسيرف والاكتيفيتي اللي كيكونوا فيها يعني السيرف من اي حاجه يعني ربينا كامل هاد البلايص وهاد كامل لي زاكتيفيتي وهاد الشيء هذا اللي هو سبيسيال في المدينه وكنحاول ندخلو في السيناريو بشكل تشويقي باش كذا باش هكا يحب بلاد يتفرج في الحلقه ويتبعها ويحب يجي لهاد المدينه يطلع عليها ويشوفها من خلال البرنامج ديال امل الليل كذا الفرقه الاولى. الحوايج اللي اكتشفتهم وما كنتش الحويجات اللي اكتشفت هنا بان مدينه عريقه بانها قالوا لي هنا كاينين سفارات قدام ما بقاوش واحد العشبه ولا النبته ديال الكبار هنا فين كاينه هاد النبته ديال الكبار دونك هنا فين المحطه ديالها يعني بزاف ديال والمآثر التاريخيه زيد عليهم دار السلطان حتى هو زيد عليهم بزاف ديال القصبات كاينين هنايا يعني كاين هنايا شي حويجات اللي ما توقعتهمش انايا انا فرح على بال اسفي بانها مدينه تاريخيه عريقه ولكن ملي ريحنا مع الناس ديال المنطقه زادوني افاده لهاد المنطقه عطاوني بزاف ديال لي بوان اللي هما اللي زرناهم ان شاء الله غادي تكتشفهم من خلال البرنامج ان شاء الله. هي تقريبا دابا مدينه غادي وكتوسع بانت لي مزيانه مدينه كبيره تبارك الله ولكن كنحاولوا البرنامج نحاولوا نبازيو على
على لي فيلاج اللي قراب ليها حتى هما باش بحال بحال السويرية القديمة بحال بحال الكاب بحال بحال شاطئ لالا فاطنة. هادو المناطق اللي زرناها وحاولنا نبينوهم حيت تابعين لمدينة أسفي. كذلك مدينة أسفي عندها تبارك الله داك الباساج ديالها ديال البحر راس الفعا، راه واحد الباساج اللي هو جميل جدا للدار. يعني كاين هنا ما يتشاف، سيرتو باش انبهرت الجمالية والإبداع ديال الخزف اللي كاين هنايا. جميل جدا داكشي اللي شفت هنايا، ما عمرني ما شفت شي بلاصه يعني شتي اواني جميله جدا. هادشي اللي ترني دوزا فانا في مدينه اسفي. سي خير، تنقولوا لهم حاولوا تبارطاجيو مثلا هاد الفيديو، حاولوا تبارطاجيو لا فيديو اللي غتخرج من البرنامج اللي يدوز في القناه الاولى، حيت هذا البرنامج هذا كنتكرفتو فيه باش نديرو في مده 10 ايام باش نعطي واحد ليماج زوينه للمدينه. يعني ما بالضمير ديالنا ما تنقدروش نقدروا نصوروا في حلقه في يومين ثلاث ايام، بالضمير ديالنا مثلا ما تيخليناش كندمروا كنضربوا كنسافروا كنضربوا مسافات كنتعذبوا كنطيحوا. انا دابا تنهضر معاك وانا مريض جدا والله كنتصور، حيت درت البارح واحد لا سيكونس ديال لابلونجي وتعذبت فيها وضربني فيها البرد ومهم الى اخره، باش حيت هادشي هذا ملي كيدوز البرنامج كيدوز واحد ليماج زوينه كتنسى كلشي. دونك كنقول لهم هاد الحلقه راه ديالكم، بارطاجيوها للماكسيموم في لي ريزو سوسيو ديالكم باش هكذا يكتشفوا الناس مدينه اسفي ويجيو ليها ويشوفوا هادشي اللي كامل اللي قلت لكم. كذلك كنشكركم وكنشكر المواقع التواصل الاجتماعي وكنشكر هاد الموقع ديال اش واقع، وشكرا لكم وتحياتي للناس مدينة أسفي. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.